لكن تظل هناك بعض الارقام الحقيقه اللي احنا يعني محتاجين برضو ان ايه يعني نحللها اكتر حتى واحنا كسبانين. هنروح لفريق النادي الاهلي في برنس ادمز، هو هداف النادي الاهلي برصيد 13 نقطه، يجي طبعا بفيلد جول 4 من 8 يعني نسبه 50%، وريباوند 3 ريباوند 1 اسيست. عندنا بعد كده مارك ليونز اللاعب الامريكي 11 نقطه بفيلد جول 4 تسديدات او 4 من 9 بنسبه تقريبا اولموست حوالي 50%، ريباوند 1 اسيست 6. النهارده ملك المساعدات هو مارك ليونز في النادي الاهلي. هنروح ل يوسف، يوسف او باتريك يوسف حط 10 نقاط، واللاعب ده من الحقيقه من وجهه نظري هو افضل لاعب تاثيرا في الملعب، بيفرق جدا مع النادي الاهلي في وجوده في الملعب. حط 10 نقاط، فيلد جول بتاعه قليل شويه 11 4، ريباوند 7 اسيست 0. عمرو الجندي طبعا نجمنا الكبير النهارده، لا عمرو الجندي كمان هو مارك لوينز الحقيقه في الاسيستات عاليين جدا. البوينتس بتاعت عمرو الجندي 10، الفيلد جول حلو جدا 4 من 7، ريباوند 3، 6 اسيست لعمرو الجندي منهم 3 ورا بعض كانوا في الشوط الثاني، انا فاكرهم كويس قوي. بعد كده احمد مهيف ومشاركته بعد غياب مباريتين ما لعبش فيهم، جاب 9 نقاط 8 محاولات على الباسكت، جاب 4 ريباوند 2 اسيست 0. دي ارقام النادي الاهلي. هنروح لبنجي يمكن افضل المسجلين، كان كيري ب 16 نقطه فيلد جول 14 من 6 قليل شويه، ولكن ماشي الحال 4 ريباوند و4 اسيست. بعد كده دارلان جاب 14 نقطه، وجيمي جاب 10، وناباي جاب 9، واوميجا جاب 6 نقاط. ده كان ارقام بنجي. طيب نروح للسكاوتنج التوتال او الاحصائيات الستاتس التوتال بالنسبه للفرقتين، لو معانا يا جماعه نعرضها اكون شاكر. طيب انا عندي بعض الاحصائيات لغايه ما جينا الاحصائيه الكبيره للفرقتين. عندنا الفيلد جول للنادي الاهلي كان احنا حاولنا 76 محاوله النادي الاهلي على الباسكت، جبنا 33. فريق بنجي حاول 76 محاوله، نفس التريات 76 محاوله حاولهم النادي الاهلي، هم عدد التريات اللي حاولهم بنجي. احنا حققنا من ال 76 33، يعني 33 تصويبه جم في وقت ان بنجي حط 26. الثمانيه دول على طول فرق سكور على طول وانت مغمض. السبعه اللي فرق التهديف هو ده السكور، فرق السكور على طول وانت مغمض. عندك في 3 بوينت النهارده او في 2 بوينتس 56%، يعني دي داخله في الفيلد جول. خلينا نتكلم على 3 بوينت. 3 بوينت النهارده نسبتنا من احسن الماتشات اللي لعبناها، شايطين 44 جايبين 15 بنسبه 34% كابتن سلام. 33 ويتش از رقم يعني عالي. 83 يعني 33 ده رقم عالي جدا. 34 كمان 34% نسبه ال 3 بوينت لفريق النادي الاهلي، ودي البرسنتج دي تعتبر عاليه جدا في الام بي ما بين ال 33 لغايه ال 40، فاحنا بنتكلم في نسبه عاليه جدا. احنا حاطين النهارده 15 3 بوينت، يعني تقريبا نصف السكور 45 من اصل 94 انت حاططهم 3 بوينت، فمعنى كده ان 3 بوينت النهارده كان سلاح مهم جدا. طب بنجي حط كام؟ بيجي نسبة 3 بونت عنده يعني مأساة 15%، شاطوا 26 3 بوينت جابوا 4 فقط. فالنهارده دي كانت نقطة مهمة، عدم توفيق بنجي في 3 بونت، لو كانوا وفقوا كان هتبقى مشكلة كبيرة. أيوة الإحصائيات عندنا، الإحصائيات احنا اتكلمنا عن الأسيست. بص بقى النادي الأهلي الأسيست بتاعه 27 أسيست، 27 أسيست، يعني أنت بتدي باصة اللعيب يحط بيها باسكت. النهارده انت 27 اسيست، معنى كده ان انت بتلعب لعب جماعي على طول من غير ما تتفرج على الماتش. فرقتك النهارده لعبت لعب جماعي. بنجي حط 11 اسيست او عمل 11 اسيست، رقم قليل جدا. 16 اسيست ب 32 بونت بنلعبهم جماعي مع بعض في الوقت ان هم لعبوا 22 بونت بس جماعي مع بعض. هنروح لقطع الكور. طبعا انت ما بتلاعب اي فرقه من افريقيا يا صحاب البشره السمراء بيبقى متميزين دايما بالجري والتخبيط والنط، فعملوا قطع كرات اكتر منا الناحيه البدنيه، هم قاطعين 11 كوره احنا قاطعين 7 بس. الثري بوينت زي ما قلت لحضراتكم احنا شايطين 44 جايبين 15، قلت لحضراتكم النسبه 34% نسبه كبيره، هم شايطين 26 4 يعني نسبتهم 15%، رقم بطيء قليل جدا. بس خليني اقول لكم بعض الارقام اللي مش واضحه في هذه الاحصائيات، مهم جدا هنعرف منها ازاي الفرقتين كانوا يعني في بوينتس يعني سكورد فروم تيرن اوفرز، ان انت بتاخد الكوره بتقطع الكره وتروح تحط باسكت. انت ممكن تقطع الكره وما تحطش باسكت، بس انت بتقطع الكره تحط باسكت. النادي الاهلي بوينتس فروم بالنسبه للنادي الاهلي البوينتس بتاعته
فروم بينت هي مش جايه. لا 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 ايوه النادي الاهلي حط 28 نقطه من قطع الكور. معلش السكاوتر سكاوتنج يعني كبير جدا، 28 نقطه النادي الاهلي قطع الكور وراح حطها، في حين ان بنجي حط 17 بس 11 نقطه. كل ده في الاخر يوصل النتيجه لكده، انت الكور اللي قطعتها استغلتها صح، رحت حطيت 28 نقطه و17 نقطه حطها بنجي. طيب هنحط النقط اللي جايه فروم ذا بنش، اللي نازل من الملعب، اللي نازل اللي جه من على البنش لاعب. بنجي حاطط 20 نقطه. بص بقى انت اللعيبه البنش بتاعتك يا كابتن سلاوي وكابتن طاهر، لعيبه البنش بتاعتك حاطه 49 نقطه 49 نقطه. اللعيبه اللي جت من البنش مش الخمسه الستاندنج جم من بره حاطين 50 نقطه، يعني تقريبا نص السكور. يبقى ده يدللك على ايه؟ نفس الكلام اللي قاله كابتن سلاوي ولا كابتن طاهر رجب بالعين المجرده، ان اللعيبه مركزه. معنى اللعيبه مركزه ايه؟ لان نزل ما حصلش دروب في الملعب.